كل ما أوتيته من خيانة تخليت عني أطلقني. كنت لك كم وكم كنت أنت لك لك الأرض كل الأرض عش ما استطعت واترك لي السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صدق الله العظيم. شو صار لك؟ حبكيت معك بدك تنزلي هلا عشان استني لبكره، بعد بكره بنزل معك. سامر بدنا نضل نعيد، تعرفني لا بحب جو ضيعتكم ولا جو اهلك، والعزا وخلص شو بدي اقعد اعمل؟ كتر خيرك والله، فضلتي على راسي. عم تتمسخر حضرتك؟ هي جزاتي اني اجيت معك؟ ايوه والله هذا اللي كان ناقصني. عم تمنينيني انك جيتي معي على عزا قرايبيني؟ خلص ما بقى سامر، يعني اللي ميت لا اخوك ولا ابن عمك ولا ابن خالك، جوز بنت خالك اللي بعمري ما شفته غير يوم عرسنا. طيب يضل اسمهم قرايبيني؟ ولانهم قرايبينك عملت الواجب واجيت، وليكو العزا خلاص وما بعرف حدا هون، والعالم بتنام قبل الجاج، داخل ايه؟ رح انزل سلم عليهم وبعدين بتوصلني على الباص. ليك يا ربا سلمي عليهم وعدي معهم شوي وسايريهم. يمكن غير رأيي وانزل معي. إيه لك أنا أعمل لك هم، يخلينا نلحق ننزل قبل ما تعدي. تركيني اصفن فيها. أي. لا شو ضل بدي خلقي من ليكي؟ أنا اليوم نايمة بالبيت لحالي، يعني بتعملي حسابك تجي تنامي عندي؟ نادية الله يخليكي، أنا بحكي مع أمك. الله يوفقك، في شي بدي أحكي لك يا
هيك صاير معي قصة وبدي أخذ رأيك فيها. إذا حكيت لك التليفون شو بدنا نحكي بالسهرة؟ طيب خلص يلا معناتها بوصل بحكي معك. يلا حبيبتي باي. سلامات أنا سرزان، كيفك؟ كيف أحوالك؟ الحمد لله تمام. أهلا بالجار، قلنا لكم كيفكم؟ الحمد لله تمام. شو وين يا مهوي؟ والله رايحين على طرطوس، عرس رفيقتي لرزان بعد يومين، هنقضي كم يوم ونحضر العرس. حلو، ألف مبروك. أيمن مو رايح معكم؟ لا، شو يروح معنا؟ صاير تقيل كتير كتير، خاصة بعد ما نجحت مسلسلات السنة الماضية وانشهر. ما شاء الله، بصراحة أنا ما بشوف مسلسلات، بس سمعت إنه أدواره حلوة كتير وهو شاب موهوب. الله يوفقه. شكرا. قلت لي الكاس عجبك ما هيك؟ منيح لا بس ماشي حاله، بس ما بعرف كأنه غالي شوي. ما انت قلت لي بدك مفروش؟ اذا بدك ما هو مفروش في عندي ارخص. لا لا انا بدي اياه مفروش. مفروش ايه بس قسمته قديمه. بس الحاره مرتبه والبيت مميز استاذ. البيت له بكسوته له بمساحته. بعدين عندك جيران هون بالبنايه، الناس بتدفع مصاري مشان يسكنوا جنبهم. لا تضحك استاذ، لا تضحك، أنا عم بحكي معك على الأصول. ياما في ناس استأجروا من عندي ودفعوا سنة سلف وبعد بشهر رجعوا وقالوا لي دخيلك لقينا بيت غير هالبيت لأنه جيراننا ما بينطاقوا. بعدين أستاذ أنت زينت العارفين، نص البنايات في البلد فيها بيوت مشموسة والعياذ بالله. وهي الأستاذ عمر زين السكان البناية وأحسن أستاذ فيزياء بكل سوريا. تسلم تسلم حبيبي حبيبي حبيبي. شو إن شاء الله خير؟ ماشي الحال إن شاء الله خير. يعني عم نحاول نقنع السيدة منورة، بس بلكي هيك بعملنا سكر صغير إن شاء الله. لسه بقول لي سكر وما سكر خاطر أستاذ عمر. الله معك الله معك. حبيبي قلبي أرخص من هيك ما رح تلاقي لو بتفتي البلد كلها. يلا باي باي. مرحبا أهلين عمو. مرحبا زيادة. أهلين ست نبيلة، كيفك؟ هو الحمد لله. شلونك انتي؟ الحمد لله ماشي الحال. يلا بالإذن. مع السلامة. الله معي جارنا. أيوة ست نبيلة. بدك ما تنسى بدي حط بنتي نهلة تاخد دروس، بتعرف عندها بكالوريا السنة. يا أهلا وسهلا فيكي، تكرم عينك. إيه بس نحن جيران يعني أكيد إلنا معاملة خاصة. ولو هذا شيء طبيعي، بس هلأ هي مو بحاجة لدروس، لساتها بأول السنة، بعد نص السنة إن شاء الله. أنا ما بعرف، أنت فصل ونحن بنلبس. ماشي بالإذن. الله معك، مع السلامة. ماشي الحال. لا والله عم اتفرج على إعادة الحلقة الأخيرة. ايه والله الحمد لله عم بسمع آراء كتير ممتازة. ايه تسلمي لي تسلمي. لا والله وحداني، اخواتي سافروا يحضروا عرس رفيقة اختي. شلون؟ تجي لعندي؟ ايه بس بتكوني مطمنة؟ ما بدي مشاكل وفضايح على يرضى عليك. أكيد. طيب ماشي، أنا بانتظارك. باي. المصاري هي كل شيء بحياته لأدام. طبعا طبعا لازم نعزيهم. أول ما تعرفي إنه أجوا من الضيعة خدي لنا موعد. بين الجيران ما بده مواعيد. طبعا بده موعد، خاصة بهيك ظرف.
لك صحيح نسيت اسالك، مين اللي مات؟ ما بعرف، يمكن حدا من قرايبينه لسامر، بيكون جوز بنت خاله. اهلا بابا. اهلا. كيف عرفت انه عم يسوق؟ شو والله يارنا صاير مهم. ايه والله يا بابا، هذا ايمن عامل بالمسلسل دور بيطير العقل. بس احيانا بتكون صراعات. شو استاذ؟ قال جارتنا بدها اياني اعطي بنتها دروس فيزياء. شو رايك؟ بس كل طرف انا مالي قدره على المهابيل. مين هلا؟ لا لا ظريفه البنت، ذكيه، بس اكيد مو اذكى من ابنك. ايه طبعا انا ابني ذكي كثير، يخزي العين حوله، كل الصبايا والشباب عملوا دورات صيفيه للبكالوريا الا ابني مو بحاجه. ماما، حدا بيكون ابوه الاستاذ عمار بيكون بحاجه لدورات؟ كان بكره لنشوف شطارتك، بكره بيدوب الثلج وبيبين المرج. ايه بكره بتشوف. ايه بنشوف. ايوه ارجع يلا طنبر فيها. اوكي رجع سلك الدوم. يلا اوكي تعبيتي، يلا طيب. لك مين له خلق ساعة ونص يحكي على التليفون؟ أنا ماما، أنا. إنه معقولة أنت دائما نفس الملاحظة، إشي مرة غيريها؟ كأنك بتنسي أحيانا إني عم تحكي مع أمك. بدكو أحلى أم بالدنيا كلها وحياة عيونك. إيه بس لا عن جد ماما غيريها، قد ما حكيت على التليفون عندك إياها ساعة ونص، إذا ربع ساعة ساعة ونص، ثلاث أرباع ساعة ساعة ونص. أنا بس بدي أفهم مين دخل بدماغي إنه أي شيء بياخذ وقت طويل شوي فساعة ونص، شو عيرتيها على مباراة كرة القدم؟ بتعبرني الضحكة. شو وين راحت ندوستي؟ متفقة هي ورفقاتها يلتقوا. يا الله، إمتى بدي أصير قدها وروح وأجي مع رفقاتي بدون ما أرجع لوزارة الداخلية؟ قد ما صرتي رح تضل وزارة الداخلية قاعدة على قلبي وبدها تعرف كل نفس. إن شاء الله مفكرة أختك راحت بدون ما أعرف لوين ومع مين. على أساس إذا قالت فمعناتها صح. إيه نهلا، أكيد صح، لأنه أنا بثق فيكم وبعرف شو ربيت. صحيح، حكيت مع جارنا هيك على الدرج على السريع مشان دروس الفيزياء. ميرسي بوكو. ان شاء الله يا نهلة بتنجحي بالمجموع اللي بدك اياه، لانه صاير كل شيء صعب ومو قدرتنا الجامعات الخاصة. بس والله يا نبيلة اذا ما زبطت فبدك تدبري حالك. شو ضل بلا جامعة لكم؟ لا ما بتضلي بلا جامعة، بتفوتي الفرع اللي جبتي علاماته وخلصنا. ها وبركي ما جبت شيء مهم. وليش لحتى ما يكون شيء مهم؟ شو ناقصك؟ أي الله، على كل حال لسه بكير على هذا الكلام، لسه معنا وقت. كيفك؟ يين هبا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه شو بيقولوا بهيك مناسبة؟ ايه العمر إليك والله يرحمه. يسلم عمرك. نادية هون؟ مالها هون بس ما بتتأخر لتجي. طب قولي لها روبا وصلت وناطرتك بالبيت. ايه؟ اوكي فوتي. لا حبيبتي ماني مصدقة امتى اوصل على البيت، دوش وغير ثيابي وارتاح، بس لا تنسي قولي لها نادية. ايه؟ اوكي. يلا باي. باي. Thank you.
الانتظار. الو، اهلين. اي صرت بالشام؟ لا مو برافو علي، اذا مفكر اني اجيت مشانك بتكون غلطان. لا ماني زعلانه بس مستغربه. حط حالك محلي، ما بتستغرب؟ بعدين شو هي المسج اللي بعت لي اياها؟ ما فهمت. ولو اني ما بحب هاي الطريقة بس اوكي. لا لا، شو تجي لعندي؟ انا بجي لعندك. وين؟ نفسه اللي قضينا فيه الفالنتاين الماضي؟ اوكي اوكي باي. أعصابي؟ ماما شو بنا؟ مستلمتيني على الوصلة هلا فتت. شو بنا بكل بساطة؟ قديش الساعة؟ هلا 11:10. مو قلتي لي أكتر شي الساعة 10 بكون بالبيت؟ إي ماما، هدول الشغلات ما بتنحسب. بعدين شو بدك يعني قلن لرفقاتي؟ والله ماما ما بتخليني طول برات البيت أكتر من هيك، مثل الولاد الصغار بتلاقيه علي يعني. لا مو ضروري، بس موبايلك ليش مسكرتي؟ مو مسكرته، خلص شحنه. الله يسامحك، قلبي رح يوقف من الرعبة. إيه لا منادية، أنت كمان بتزوديها شوي. مين رح يأكلني؟ بالله مين رح يأكلك؟ المهم هلأ شفتك قدامي. ماما الله يرضى عليك، لا تشغلي بالي، موبايلك خلص شحنه، فيكي تستعملي موبايل رفيقة من رفقاتك. استحيل، بعدين ما توقعت أني أتأخر كل الأد، يعني ما حسيت بالوقت. خلص منادية غلطنا منك السماحة. نيح خلص تبريني ولا يهمك. بعيد الشر. صحي ماما، كأني شفت حدا فات على بيت خالق من زياد. تأجر يعني؟ ما بظن، حتى لو اتفقوا ما لحقوا يجوا. زياد بجوز بين وقت والتاني بطلطل على البيت. بجوز. هاي هي ندوستي. ليكي مرقت روى وسألت عنك وقال ناطرتك. لا أمك ما رح تمرق لي شغلتين اليوم، خلاص بكرة الصبح بطلع لعندها. إيه لكن حاكيها بلا ما تضل ناطرة، حرام. يلا. إيه كمل لي. ولا شي، هي هي قال بده يطمن، ما له خلق على المهابيل، فبده يشوف إذا خرجي درسك ولا لا. وحضرتك شو قلت له؟ لا ولو حبيبتي، تخيلي قل له انك مهبوله، هي الحقيقه، سرك ببير يا عمري. قلت له انك فهيمه كتير. مهبوله بعينك ولا واحد مثلك الاهبال. لك حبيبتي معقوله انت؟ ليش بتزعلي من الحقيقه؟ بكل الاحوال انا رديت الموضوع وزبطته. ادخيلك. شو بك ضايش؟ لك بدي نام وبقى. حدا رح ينام من هلا؟ بعدين ليش بدك تعمل؟ خرمان على سيجارة رح موت. يا الله أمير، مو اتفقنا إنه بلاها؟ لك إيه اتفقنا، بس ما قدرت بطل. بطل؟ كأنه له 10 سنين بيدخن. لك حبيبتي هدول سنتين شو مفكرتيهم أقلال؟
خلص أمير بطلع، والله ما بدي شيء القصة، شوية إرادة لك بتضر كتير بتضر. طيب ماشي ماشي، خلص شيلينا من الحديث هلأ مشان الله خلينا مبسوطين. فاضية تردي؟ مرحبا ربا، كيفك؟ أنا ماشي الحال، شو وينك؟ إيه طبعاً بعرف إنك بالبيت، بس قصدي إنه شو عم تعملي؟ من هلأ بدك تنامي؟ قاعد بتضيع بالهوايات، شي برد الروح. يا لطيف شو قصيت لك؟ يا ريتك معي. على شو مستعجلة؟ بس قليل. يلا تصبح على خير حبيبتي، مع السلامة. هلأ احكي بلا غلاظة، يا كنت لا تحكي من الأساس يا أما أعطيني اسم الموقع. طيب ماشي، ولو إنك ما بتستاهليها راح أعطيك إياه. لك ما بتكل هالانفلاج يعني. اساسا يا جدبه هذا الموقع للمراهقين. مراهقين؟ هذا حبيبي للمراهقين تبع بلاد برا مو تبعنا. شكلك سهلة يا مدام، فيني أعرف وين كنتي لهلأ؟ سمر أنت شو جابك هلأ؟ مو هذا موضوعنا، موضوعنا أنت شو جابك هلأ؟ أحكي لك، أحكي شو صار لك؟ شو صار لي؟ بس إنه مرتي المحترمة جت بهذا الوقت. مرتك المحترمة؟ يعني هلأ فجأة صرت مو محترمة؟ المرة المحترمة ما بترجع الساعة 2:30 بالليل على بيتها. المرأة المحترمة ما بتكذب على جوزها بتقول له انه من 3 ساعات بالبيت وهي ابصر عند تكون سايعة. احترم حالك سامر، انا لما حاكيتني فعلا كنت بالبيت. كذابة كذابة، انا كنت بالبيت لما حاكيتك ولك حقيرة. حقيرة؟ ما حدا غيرك الحقير. لك عم تردي علي؟ لعم بوقعك. احكي لك مع مين كنت وما بدك تخونيني؟ لكن هو بقلبك لهون مثلك معك. لك والله راح احسب على الله خليك عم تخونيني يا حقيرة. رجعلي. الو الو
ردوا لك. عرفتك عرفتك من صوتك. لك ردوا لك واطي. رد يا ابن الكلب ولا راح احسب الله ما خلقك. رد. الو ثواني ثواني عم شو هاد؟ هاد الصوت من بنايتنا مو؟ لك ايه من بنايتنا؟ لك من وين؟ قولي رح يفيقوا اهلي والغرفه معبقه دخان. بس هاد الشاغل بالك هلا بفيقوا اهلي بيفضحوني لاني قاعده لهلا عنيت يلا روح باي. طيب ماشي ماشي يلا باي باي. العمى هدول سامر الربا. لك شو صاير؟ خلونا نشوف شو فيه. لهم شو بدنا فيه؟ شلون شو بدنا فيه؟ مو جيراننا؟ اسمعوا اسمعوا عم بيقول لها يا خاينة معقول شايف عليها شيء؟ هلا نحن نضل واقفين عم نتحذر يعني؟ لك كان بدك يانا نطلع؟ عم بيقول لها يا خاينة يعني ممكن يقتلها يعني يموتها على الخالص. لا لا انا هيك بخاف كثير. لا تقولوا لي يا ابن عمي. لا تقولوا لي يا ابن عمي. لك تذكري يا ابن عمي. شو والله يا ابن عمي. انت شايف عليها شيء يعني؟ لك عمي. يا مفتري كذاب وحقير. اسمعوا اسمعوا هالمجون. لك يا جماعه اتصل فيها اتصل فيها اول ما باتت على البيت. لك يا عمى لك والله ما عم تطبخي. لك تركوا لي يا ابن عمي. عمي ما بيصير هيك. لك عمى شو بعد؟ ولك كل هذا مشان شو؟ مشان شو؟ ولك كذابه. الساعه 11 جيت على البيت الساعه 11 اتصلت فيها على اساس لساتني بالعزاء. قامت ردت علي على اساس هي بالبيت وانا بالبيت. قام بعدين قلت لها وينك؟ قام قالت لي بدي نام صارت فجأة بدها تسكر بدها تسكر التليفون. الساعه 2:30 رجعت على البيت وانا عم استناها. هلا شو بتسوي؟ قلت لي شو بتسوي؟ بالثاني ونص ترجع مرة محكومة بعلى بيتها. يا ماس شو بتسوي استاذ؟ بس قلت لي شو بتسوي؟ بالثاني ونص ترجع مرة محكومة بعلى بيتها. يا ماس شو بتسوي ولا تحكي؟ لك ليش عم تدافع عنا؟ ليش؟ لك يا اخي ما حدا عم يدافع عنا بس اخطي بركي انت فهمان شي غلط. لك انا غلط على الغلط لسا بترجع بتقلي غلط. تنتين ونص فاتت على البيت. تنتين ونص فاتت اول ما فاتت اتصل صاحبها لحتى يطمن عليها. لك ليش عم تدافعوا عنا؟ ليش؟ لانه هي من قبل ما اتصل عشان اتصلت فيني مشان اطلع نام عندها، ولما وصلت مرقت لعندي وتركت لي خبر، لو كان في بالها تعمل اي شيء ما كانت اكدت علي كل هالقد. بلا شو؟ وليش ما تكون حاطه ببالها تسهرك معها؟ انا؟ ناديه انزلي على البيت، انزلوا انزلوا. قديش بقى قد هيك؟ اذا بتريدي ست نبيله قولي لها تطلع احسن ما كبر نصها وجيب الشرطه. اهم شيء؟ هي ليش فاتت لعنا؟ لا لا امي نزلت لتحت. نزلت؟ لوين رحت؟ حاول استاذ ايمن بكون في شيء بصير في شيء. سامر بسرعه واه الله يخليك. سامر استاذ سامر استاذ سامر لحظه شوي لحظه لحظه شوي طول بالك ما عاد هيك. سامر ان شاء الله بتقبريني على هالمسير. اسمك عادي ولا داخل بنادي؟ لك ما بدك الا الخجل ما بدك. شو تاخرت على الماما ما؟ طلع نوصلك بلاش 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 بلا ناخذ مصاري. خلص بقى انقلع انت وياه. يا رؤى يا رؤى يا رؤى معقول تنزل تجيبي دواء بهالوقت؟ قولي لي انا بنزل. مين هو انت الثاني؟ اعملي عين حالك بتعرفي. العمى رح يأخذها منا يا شباب. ايوه شيل ايدك عني العمى على هالقصة. طولي بالك عملي حالك بتعرفيني. روحي روحي هون روحي 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 روحي
مشان الله مشان الله يا سامر، هذا اللي عم تساويه مو منيح، لا بحقك ولا بحق مرتك. لك يا اخي ليش مسكتني؟ لك انت الحق عليك، شو لك مصلحه تمسكني؟ كنت لقطة. لا يا جار، شو هالحكي هاد؟ انا مالي مصلحه غير انك تهدأ وتروق، طول بالك. لا حول ولا قوه الا بالله، وين بدي لاقيها هلا؟ صار لك شيء؟ اخ والله مو الحق عليك. انا اسفة. هاتي هاتي. سكرت موبايلي. اسبرين، هي كويسه، اسبرين اطفال بتهديك. صاحبي كمان مسكر الموبايل. تفضل، لو مو حاسه حالي عامله شيء كانت بتسكر الموبايل. حدا يفهمني ليش لحتى تسكر موبايلها؟ ليش جارنا؟ والله ما بصير هيك تتهمها بدون دليل، حرام. المره ما لقلا سمعتها. هلا كلكم شادين معها علي. استاذ ايمن، اذا بتريد افهم علي، شو بتفهم من وحدة عم تكذب عليك؟ بتقلك انه الساعة 11 بالليل هي بالبيت، وانا كنت بالبيت الساعة 11، اتصلت فيها قال كابس علي النوم ونعسانة وانا قاعد بالبيت وبقعد بستناها للساعة 2:30 وهي برات البيت. هذا شو بتفهم منه؟ بس قل لي شو بتفهم؟ يا سامر والله معك حق، صدقني انا حاسس فيك، بس يا اخي ما هيك، يمكن يكون في تفسير للقصة. ولك تفسير شو يا جماعة؟ مشان الله خليكم منطقيين. لك كان حدا يفوتها على بيته، حدا يحكي معها، لك حدا يوقفها، كلياتكم عم تحموها مني. وين هلا راحت؟ وينها؟ والله يا جار تربطت ايدي، يعني ما عرفت شو بدي ساوي. وانت شو لسه بدك منا؟ مو عم تقول انها فلتانه؟ بس ماما شلون شو بده منا؟ مرته عم بيقول انها خاينه وفلتانه، بدك ترجع لبيتك للفلتانه يعني؟ انا ما رح رد عليك لاني قاعد بيت الجماعه. يا استاذ سامر، يا استاذ سامر لوين رايح؟ ما بعرف، بدي اروح ادور عليها. رح اتصل لها بركي راحت لعندهم. روق الله يخليكم، انت هلا اعصابك تعبانه، اذا وقعت بين ايديك اكيد رح تصير جريمه، وما في حدا بالعالم بحب تصير جريمه. بتعرف اذا علقت بين ايدي شو رح ساوي؟ رح اطلع بروحها. لك يا استاذ سامر، استاذ سامر روح معه. روح زلمه. لك خلص يا جماعه، شو ولد صغير انا؟ ولو ما بتشربني فنجان قهوه ببيتك؟ يا عمي شو هالقصه؟ شيء ما بيتصدق. اي والله شيء ما بيتصدق. يعني صحيح كنا نسمع اصواتهم وخناقهم دائما، بس انه اتصل لهون كثير. والله حط حالك مطرحي. واحد سكران وقرب علي فجأة وناداني باسم غير اسمي. لك شو بيعرفني يا بنت الحلال؟ هذا اللي طلع معي. لا ودوا وما دوا. طبعا خفت يقولوا لي شو دخلك وشو ما دخلك، قلت لحالي يعني على اساس بنعرف بعض. تعال ريحهم شوي. وين؟ ها. كيف ملاقي حالك؟ والله يا عزيزتي ملاقي حالي مضيع. شو مضيع؟ حالي. شرفك هلا وقت التنكيد. لا لا الله يخليك، التنكيد تحديدا ما له وقت. لا تعملينا مثل ام صلاح. مين ام صلاح؟ امي الله يرحمها. كانت كل ما أحكيها نكتة اللي على وقت التنكيد، كانت كل ما ضحكت تقلي الله يعطينا خير الضحك. كلك بارية هيك؟ لا لا لا، أم صلاح كانت غير شكل، كان عندها موقف من الضحك. يعني شلون أشرح لك؟ كانت تضحك هي وعابسة، يعني كانت تعمل هيك شيء. الله هي هي الضحكة تبع اللي حاسة بالذنب كرمال أبوك يهودية. ما خرج. ليش ما خرج؟ هيك لأنه ما خرج.
بتعرفي شو من حق عليكي؟ الحق علي اكلت قتلي كرمالك. اي خلص بقى، انت اصلا لو عرفان حالك حتاكل قتلي يمكن ما كنت قربت. انا بعرف اني ما باكل قتلي ومتاكد من الشيء، بس هذا اخر واحد نزل يطبع عرض. بتعرفي شو؟ شو؟ انا هلا بهي اللحظه بالذات ايه مالي ندمان. ليش بقى؟ لانه شكلك تستاهلي واحد ياكل قتلي كرمالك. شكرا، الحمد لله على سلامتك. انت هلا شو صاير معك؟ قدران تمشي ولا لا؟ انا قدران اعمل كل شيء بالدنيا، بس يعني اذا بلتقى حدا يساعدني ما بقول. يعني مساعده مثل شو؟ يعني على سبيل المثال اذا بتوقفي لنا شيء تاكسي بتحطينا فيها تهدفنا على البيت بكثر خير. طيب قوم قوم خلصني. هات ايدي. صحيح ما تعرفنا على الاسم الكريم. بلا لك هالمعرفة. عاشت الأسامي، اسم حلوة. مش شام حضرتك ولا من الضواحي؟ بلاها التنكيت، الله يرضى عليك. يعني أختو التنكيت قديش له متطلبات عندكم؟ عنا مين نحنا؟ أنتي وهمي. الله يرحمك. تعيش. يا أستاذ سامر الله يخليك روق شوي، تسلم لي عينك، طول عمرك رايح إذا بتريد. قافل باب بيتك منيح. لا والله طلعنا بسرعة. بركي طولت معه. ليش وين اخواتك؟ مو بالبيت؟ لا والله راح بيحضروا عرس رفيقة رسام بطرطوس. أنا لحظة برجع لك. خير في شيء؟ لا في ما في شيء. يسلموا ايديك. لا ولو على شو؟ انت يسلموا ايديك. يا انسي. لا تأخذيني مشان الله، لا بعيوني ما يشحشني زعلان. انت اكبر قدر على سلامتك. اني قدر ما قدر، ليش ضل قدر؟ انغسل قدري الليله. ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني وقفت التاكسي وطلعت فيها وتركتك، يعني والله شيء بخجل. ما بعرف شو بدي اقول لك. لا لا تاكل همي، انا بدبر حالي. لا شلون لا اكل همي؟ خليني وصلك بالاول بعدين اروح على بيتي. لوين بدك توصلني؟ وين ما بدك بوصلك وبعدين انا بتيسر. لا انا برايي تتيسر لانه مشواري طويل شوي. لا لا ولا يهمك، قد ما كان طويل انا بوصلك وبعدين انا بمشي. واذا قلت لك اني ما بعرف لوين بدي اروح؟ يا ستي بضل ناطرك لحتى تعرفي. بعدين شلون ما بتعرفي لوين بدك تروحي؟ لا يعني مو انه ما بعرف، بس انا هالحقيقه مضيعه مفاتيحي. عن جد ما تاكل همي، انا بتصرف، ما مشكله فيك تروح اذا بتحب. لا لا ما حروح والله، ما احلاني تاركك ورايح. شو صار معنا يا باشا؟ روح انت معلم، تيسر الله معك، روح. والله شو بتطلع معي وبعدين تنزل وبتلطعني ساعه وبعدين تيسر؟ ايش وانا شوفيري خلفك انا؟ لك احترم حالك ولا تكبر بالكلام. العمو ما غلظك صحيح؟ ارسل له ساعه ما له دقيقه صار صار واقف له ساعه. روح عمي روح روح. لسه بيقول لي روح.
شو بدي اقول لك يعني؟ احلي احيط يعني شو بدك يعني الا؟ طول بالك لسه ما طفت من اول قتلة. ولا يهمك ولا يهمك. امين اي احيط ولا؟ اي والله لا احيط بس احيط يا اخي شو تفير انا عندي خرب. لا خرب.